عنصر الهندام والكاريزما، المحافظة على الزي الرسمي للشركة، تحافظ على الزي الرسمي مش جيت تلبس لك جنز ولا ثوب زي رسمي، لا تفعل عدم الاهتمام بالزي والنظافة. يا سلام عليك. ما تهتم فيه. ما شاء الله. الابتسامة واللباقة، انك تبتسم في وجه العميل والكلمة الطيبة وكسب العميل، تكسب عميل انه يجي مرة ومرتين وثلاثة. ما شاء الله عليك. عدم رفع صوتك على العميل، بعض الأحيان العميل يجي غضبان ولا زعلان، ترفع صوتك عليه تسبه، هذا غلط. ما شاء الله عليك. وتكشير في وجه العميل، ما تكشر تبتسم. ما شاء الله عليك. اللغة الإتقان في الكلام مع العميل والتعامل مع العميل بشكل إيجابي، تعامل معه بشكل ممتاز بشكل جيد. ما شاء الله. لا تفعل عدم الإتقان في الكلام مع العميل والمخاطر. طيب، التعليم المستمر، التعليم هي قراءة، تقرأ كتب وتطور، تحاول أن تطور نفسك الأفضل. طبعا تطور نفسك، نفسك هو المجتمع. ولا تفعل ضياع الوقت في الأشياء غير مفيدة، تضيع وقتك في الفيسبوك، في الألعاب، تضيع في الأشياء غير مفيدة. ما شاء الله. العمل بروح الفريق، التعاون في الفريق المطعم، تقديم الخدمة وتوصيل العميل، فريق واحد. لا تفعل عدم التكاسل والتخاذل بالعمل مع الفريق الواحد، نتكاسل ونتخاذل. الجاهزية والاستعداد، وصول الطلبات في الوقت المحدد والمحافظة على الجودة، انك توصل الطلب في الوقت المحدد وتحافظ على الجودة، يكون حاضر، يكون نظيف، يكون كل شيء. ما شاء الله. ولا تفعل عدم الانتباه في توصيل الطلبات والوقت المحدد، انك ما تنتبه، ما يهمك، متى ما يوصل الطلب. ما شاء الله عليك. الالتزام بالدليل، عرض الاصناف على العميل بصورة جيدة، تعرض عليه تبغى هذا تبغى هذا تبغى هذا بالأشياء الممتازة. ولا تفعل لا توصل الطلب بدون دليل أصناف، توصل له خلاص خذ وروح خلاص. ما شاء الله. التحسين المستمر، متابعة الجودة والتقديم بشكل جيد. ما شاء الله عليك. عرفنا مرة ثانية باسمك. نسمع الاسم مرة ثانية. سمير عبد الجبار شعار. ما شاء الله تبارك الله، تصفيقة قوية جدا شباب.